رجعنا لكم من جديد يا اخوان. ناخذ كذا لفه على السيارات اللي يوم الجمعه 71 البوس 351 مزاد الجمعه ان شاء الله. شوف المنظر، منظر الخلف الجميل يا شباب. هنا سيارات يوم الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله. طبعا اليوم الخميس تنزل تقريبا 170 الى 190 سياره، وبكره نفس الشيء يمكن تقريبا 200 سياره. شو 2001 المزاد هنا شغال ولسه مطولين ال 57. المرسيدس هذا ما ادري كم ماشي صراحه، ما هم مسجلين، بس خلونا نشيك عليه. 2015 لا مسجلين 44 الف ميل. يوم جينا اول يوم في المزاد ما كان في الستيكر هذا 44 الف ميل. سيل اس 63. هلا هلا يا شباب منورين. صورنا لكم الاس ال هذا، وهنا ال 65 مبالع، هذا الجي ماكينه 327. شوف السي 10 هذا والماكينه اللي عليه 68. طيب شوفوا الكمارو والماكينه الحديثه اللي عليها كذلك 67 68 عفوا ال تي 1 350 ال تي 1 جير اوتوماتيك، والبيك اب الجميل اللي عنده عد. هلا هلا اخوي علي، مرحبا حياك عاد. ان شاء الله مستمتعين بالبث، انا بقدر المستطاع للامانه والله. لما نفتح بث يعني اكنسل شغل الفحص ولا السياره بقى اشيك عليها اصورها للعميل اكنسل، قلت لا لا لايف الشوب يبغوا لايف، اللايف يعني ياخذ الوقت، لكن ما دام مستمتعين نفتح لكم لايف. هنا شوفوا هذا ماكينه 350 يا شباب، البلير 57 مزاد بكره، بس ايش؟ فيول انجكشن، يعني شيء جميل. لا تقول في ال بيوقف عليك ولا كومبرسر، مسوي له ريكروم كامل، مجدد السيارات الداخليه، غير الانتيرير، عندكم الدركسون. الجميع حبيب حبيب يا خلدون، حبيب يا ابو نوره. 69 هذا مجدد بالكامل، الموستنج الكشف بكره. هنا السياره تدخل من هنا طبعا. اللايف يقطع يا شباب، غريبة عندنا واضح. السيارات اللي داخل الآن، هذا الرام ديزل 2001 ماشي 46 ألف ميل، غمار ونص. السيارات اللي داخل الآن مزاد يا شباب. كابرس والله ما في، وانا اخوك لو في ابشر. شوف البيوك هذا 94، هذا 94 مركري كوغا. هلا هلا على راسي، انت واهل فلسطين. شوف ال 88 واصل كم؟ 10,000 حاليا. اثنا عشر ألف وخمسمائة حاليا. الفايبر هذا الجميل اللي هنا. حبيبي اخوي سيد المنصوري، الله يسعدك. بعد نشوف هذا ونشوف بعد البيوك والجيب. الجيب بيدخل بعد شويه من هنا. هنا الحضور يا شباب.
طبعا يوم الجمعة والسبت هنا يكون زحمة ما يمديك تدخل أساسا. هذا عاد اليوم الخميس. طيب هنشوف الحين حاليا واصل 14,000. بعد البنت هذه اللي شرت البيك اب تخيلوا ما شاء الله. طيب نشوف البيوك الرود ماستر 94 كم ماشي. 31,000 ميل. 94 خلنا نشوف كم ينباع يا شباب. ثمانية آلاف. ما شاء الله. واصل 11,94 ماشي 31. ترى نحن عرضنا 1,92 ماشي 26. اللون عنابي من جوا عنابي. احداشر الف حاليا. واصل حاليا 12,000 ما شاء الله. اثناشر الف سبعمائة وخمسين. ما شاء الله 13 حاليا. هلا هلا حياك الغالي منور. اربعتاش يا شباب. 13,750 في قفل 14. ما شاء الله 14. شال الحد. $14,000 يا شباب. 94 ماشي 31,000. عندنا حنا 92 ماشي 26. يلا احنا عرضنا حتى واصل الخليج تقريبا حدود $18,000. نزل مزاد ولكن بالعرض تقريبا مع الشحن والامور هذه. شوف الشفيل هذا 70 الجير العادي. $69 هذا غريبة. $69 خلفيته زي كذا. لا لا صح صح صحيح $69 ايه. لا لا صحيح هو 70 تقريبا. لا الفايبر اتوقع انه 95 اذا ما خاب ظني. مشكلتهم انه اذا كان ماشي قليل ما هو رخيص ابدا. يعني في الخليج ارخص. هنا الفايبر اسعاره اللي ماشي قليل والله تطلع فوق. شو انت اسل الفايبر 95 زي ما قلت لكم يا شباب. بس مو محطين الممشى كم الرانجلر الحين داخل. الفايبر ماني شايف كم والله من هنا. تشوفون ماني شايف والله بس نشيك عليه ما في مشكلة. 95
حبيب الله يسعدك حبيب. طيب الحين نشوف الجيب الرانجلر هذا 98 شو البليزر اللي هنا يا شباب. طيب خلينا نشوف كم ينباع هذا. بسم الله موديل 98 يا شباب عليه ماكينة الاس ماكينة الاس يا شباب يعني الماكينة ما هي الماكينة الاساس. شوفوها هذه هي 16 حبيب الله يسعدك. اهم شيء مستمتعين بس. تمنتاش شوف الماكينة يا شباب تمنتاش. شوف البليزر اللي بعد اللي هنا هذا منزل شوية ما أدري إيش الماكينة اللي عليه ما انباع وصل 18 ما انباع يا شباب. الله يعافيكم بالعكس انتم مستمتعين احنا مستمتعين زي المقطع هذاك اللي يقول احنا مستمتعين اخواني مستمتعين اهلي ابوي امي يقول مستمتعين هذا نفس الشيء الولد الصغير. طيب هنشوف السيارات اللي هنا يا شباب أو لابد من اللفات. هذه السيارات اللي داخل الآن يا شباب يلا ها تغطي عن قرب السيارات اللي داخل الآن. في كومارو بينزل اليوم ابشر الغالي والله المشكله الدوجة اتوقع انه دخل اذا ما خاب ظني. وسيم اهم شيء المتعه في الكومارو وفي الام جي هنا وفي الكورفت ادي ام جي. نعم ناخذ لفه يا شباب شباب صورت لكم الليفت هذا الفورك ليفت والله كاستم ما 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 ابالغ. الويلز شوف الدركسون السيت مغيره شوفها كاستم يا حبيبي. موديل 2013 مزاد بكره تخيلوا. من يبغى الليفت هذا وكاستم يا حبيبي مزبطينك بالسيت. هذا يصلح عندك يا وسيم. سبعة وستين داخل الآن عندكم البليزر هذه السيارات بكرة يا شباب. شوف شوف المنظر من هنا للبونتياك هذا زي 28 لسه مطولين المزاد هنا ترون يا شباب. شوف الرقم وصل 96 ويمكن في اكثر من 170 سيارة. في كذا كورفت الموديلات هذه صارت تنزل مزاد كثير. ايوه هذا من اول ابغى اشوفه تربل بلاك اتوقع الماكينة 350 هذا 350 يا شباب مزاد بكره كون بسعر طيب وانا اقول لكم من الان.
طيب الكشف 32 مزاد بكرة، بتأكد من الماكينة والأمور الأخرى. أبشر أبو نورة. أسأل مزاد بكرة كذلك 87 305 635 CSI، هذا جير أوتوماتيك. أوبا، وهنا 48. شيك لكم على داخلية يا شباب. هلا خلدون، هذولا بس تشيك عن نظر على قولتهم، حتى ما تشغل السيارة. صفقة عندنا في رافعة، وتجي تسوق وتجي تجيب الميكانيكي معاك وتسوي عادي. يعني احنا مقدمين كل المميزات للعميل على أساس انه يشتري هو مطمن. طيب سأل 2006، والله ماني عارف، ماني عارف اذا فيها 2006. حبيبي ابو نوره، ابد ابشر بخصوص ال 32، شيك لك عليه ولا يهمك، لانه هو الكوبرا بكره ترى. شوف المبالا اللي هنا، وهذا عاد صورناها لكم السوبرا. يا اخوان اسعار امريكا غير على الخليج، هنا ترى السوبرا سعره اغلى. طيب خلونا ندخل من هنا الحين. اوه هذا انباع، شوف نسبة البيع هنا صراحة كثير ما شاء الله، يعني عد السيارات اللي انباعت كثيرة ما شاء الله. متأكد انها ماكينة الاس، متأكد. سبعة وخمسين لأعلى سعر بكرة يا حبيبي، أعلى سعر قليل كثير ما في مشكلة. 78 في واحد سألنا عليه. شباب صورت لكم البونتياك، هذا جي تي او السبعين، هذا ستيج 3، هذا من 100 ل 150 وزيادة، ممكن زيادة بعد. ليش؟ لأنه من أصل 74 نسخة صورت لكم ستيج 3، نادر جدا البونتياك جي تي او كشف وغير عادي. توقع أنه غير عادي، أيوه نادر، نادر جدا يا شباب، مو اي بونتياك، ما تحصلوه اساسا، ما ينوجد، قليل، وان حصلته حصلته غالي، في شيء توصل على 200,000. يعني على مثلك الذهبي في صفقه ما تشتري سمك في مويه، اكيد يا خلدون. هذا انباع، ها يسحبونه كذا زي الخيل يا حبيبي، وحش. طيب الزد الاخضر، ما في زد اخضر، في سماوي، في الكورفت هنا اخضر تقصد. شوف الشيبان كذا بس يسحبوا عصيهم هنا، والى الى الى الدعس هناك، هناك المضاربه تصير يا شباب، بس يطالع فيك الشايب وانت تزود عليه يعطيك. ها هذا المبالا بكره داخلين عليه برضو مزاد ان شاء الله. ترانزام يا شباب 77 ماتشنج نمبر، ماكينة 400 6.6 مكيف، كتب الوكالة 77. أنا توقعاتي من 35 ل 45 ألف دولار. ليش؟ لأنه 77 صح، نموتي توب مو غير عادي بس مرغوب، 77 ما تقدر تتناقش فيه عند حقيقة ترانزام مرة. لو أنه غير عادي بيطلع فوق ال توقع ال 40 لل 50. شوف البليزر هذا، شوف شوف النظرة هذه من هنا، شوف شوف التغطية هذه يا حبيبي. حبيبي الله يسعدك يا ابو نورة، نبغى سياراتك الباقي نبيعها لك، يلا الجي كلاس وراح وجيب الباقي. انا اصحابي صرت خلاص اذا ما جاب سيارته انا اتصل عليه اقول جيب سيارتك صفقة يلا. ما في يا حبيبي، تعرض برا صفقة بزعل. حبيب لا بالعكس، هو محبة في السيارات وخدمة يعني للاخوان. اها تضاربوا هناك المصايح هذه، معناته في شيء.
أنا يوم السبت أكثر السيارات اللي بدخل عليها النادرة يوم السبت. وين بكون؟ بكون في الدور الثاني هنا. خلاص أببتعد أببتعد عن الشياب دول اللي هنا شوية. شوفوا البليزر هذا حبيب، الله يسعدك. طيب شوف البليزر هذا، شوف الكاستم، شوف الشغل. ما شاء الله. كيف 300 مكينة. خلنا نشوف الداخلية كيف الشغل الجميل. شوف اللون، اي لون زي كذا اسميه لون دلع. خلاص لون الدلع كله. الساعة عندنا 4 حاليا، 4:10. كيف تضمن عدم التلاعب في المزايدة الوهمية؟ كيف تضمن؟ اولا لازم يكون عندك الخبرة في الاسعار، اسعار السيارات. يعني ما تنزل وانت جديد، لازم يكون عندك رينج. احنا نعطي العميل سعر توقع قبل اي مزايدة. هذه الخبرة. يعني على سبيل المثال عندك السيارة هذه، أنا أتوقع لها من 35 إلى 45، 50,000 دولار، قول من 30 إلى 50,000 دولار. ما تتعدى الرينج هذا. ممكن، أنا ما فحصت، أنا أقول لك سبيل المثال ممكن أكثر أعلى. ما تجي تروح تزود إلى 100,000 دولار. لا، هنا ما في تلاعب. هنا ممكن يصير فيه مزايدات تحص الواحد عبيد، يعني يبغى السيارة خلاص هو يبغاها. أنت توقف، أنت إذا شفت أن السيارة طلعت عليك أنت لا تزاود، وقف. بسيطة جدا. لازم يكون عندك الخبرة في السيارات، لازم. وليش حنا موجودين هنا؟ نفحص السيارة، نشوف، نشيك. أنتم تشوفوا بعض المزادات، نشتري 10 سيارات. زي العام شرينا 70 سيارة خلال 3 أشهر، 70 سيارة. الحين ما لنا يمكن أسبوعين شرينا تقريبا 4 سيارات في المزاد الأول، المزاد الثاني 8 سيارات، يعني 12 سيارة. كم زودنا؟ زودنا على أكثر من 35 إلى 40 سيارة. الباقي ما شريناها. ليش؟ سعرها ما هو مناسب، السيارة فيها ملاحظات كثيرة، السيارة يعني الشاصي تلقاه فيه ملاحظة، فوجودنا هنا يساعد. يعني هذه الفكرة. وسلامتك يا الحبيب. والله لابد. ايش نسوي يا ابو نوره؟ الزد السماوي. ابشر يا حبيبي ابشر، هذا هو قدامنا. ما طريت الذيب ولا هو قريب على قولتهم. وين الزد؟ هذا هو 74,260. هذا طيب يا شباب، أنا عندي اتصال بس أخلص وارجع